والله انا كنت عايز اعمل حاجه رمضان صبحي النهارده، لان رمضان صبحي من وجهه نظري من افضل الناشئين اللي كانوا في النادي الاهلي. بالمناسبه رمضان صبحي ناشئ في النادي، كان ناشئ في النادي الاهلي، انا افتكرت دلوقتي وانا بتكلم. وبالمناسبه برضو سمير جاب لنا كده حاجه تفكر جمهور النادي الذي لا يشجع او الجمهور الذي لا يشجع الاهلي، ان رمضان صبحي ان هو عنده 6 سنين أو 7 سنين بيلعب في ناشئين النادي الاهلي. انت جبت الفيديو، والله برافو عليك يا سمير، جاهز كمان، ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ دي جات لي كده فكره على طب يلا ورينا الفيديو. شباب في كابتن خالد طبعا. اتفضلوا يا شباب، ومعانا 3 شباب، عندنا شريف ومحمد ورمضان. طيب احنا دلوقتي المسابقه بتاعتنا عشان نبتديها بقى على طول. كده يا خالد 3. برافو. 5. بس اقف هنا والنبي يا سمير، بس ثانية واحدة، أنت معايا؟ ماشي. لا أنا عايز صورة رمضان. هو أنت جايب لي ظهره؟ طب يلا. هو الكابتن خطيب اللي واقف مظبوط؟ طيب. هنا في الشاشة في شريف محمد. دي نتيجته في الضربات اللي الكابتن كان بيحكمها، الضربات اللي كان بيعملها. طب والله ده كان جامد برضه. ده كابتن خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ودول مجموعة من الناشئين اللي كانوا بيلعبوا داخل النادي الأهلي، وده الكابتن خالد بيبو طبعا عضو لجنة التخطيط في النادي الأهلي حاليا، وده الكابتن رمضان صبحي على ما أعتقد، ولا مش هو؟ اه لا هو اهو اهو. كمل كمل. الله عليك يا رمضان، الله عليك يا رمضان. معلش، هو رمضان بالمناسبة مواليد سنة كام؟ 97. بالمناسبة رمضان هيفضل مواليد سنة 97 لو بعد 20 سنة، عشان بس الناس اللي يعني مواليد رمضان صبحي هيفضل مواليد 97، مش هينفع يتغير. أول لاعب مش هينفع يتغير خالص، مواليد 97 هيفضل مواليد 97. فأنا بس فيديو كده افتكرته قلت أجيبه برضو للناس اللي عايزة تفهم ان رمضان صبحي من هو صغير بيلعب في النادي الاهلي. من هو عنده، هو هنا كام سنه؟ هو هنا عنده كام سنه؟ 7 8 سنين يعني. كابتن خطيب بالبدله اهو بيلعب وما ماشي. يا سيدي لا هو رمضان، انا عارف ان هو، تعالى لي يا سمير، شكرا يا سمير. انا عارف ان رمضان متعب شويه، متعب لانه متعب للفرق الاخرى يعني، او الفرق الاخرى دايما بتحس ان رمضان صعب ان هم يمسكوه. لما بيبقى فايق بصراحه صعب جدا ان انت تمسكه في وسط لعيبه الكره، دايما مسمينه العفياجي. العفياجي غير ان هو مهاري فهو متعب. فمعلش يعني برضو حاجه كده في النص وانا بتكلم مع حضراتكم، لان انا قلت لهم النهارده عايزين نتكلم على رمضان صبحي لانه كان يستحق الحقيقه مجهود وافر، مجهود كبير، عمل مجهود كبير جدا في مباراه السوبر المحلي ضد نادي الزمالك، وكان بيدافع كويس جدا، كان بيهاجم. كل محللينا الكبار اللي كانوا موجودين معانا سواء الكابتن فتحي او الكابتن بلال او الكابتن اسامه في يوم المباراه اجمعوا ان رمضان صبحي بس محتاج ان هو يلعب على الجون اكتر علشان يجيب اجوان اكتر. يعني هو بيخش وبيعمل ثرو باسز للاعبين القادمين زي الجون الثالث كده لما عمله. فرمضان احنا محتاجينه يجيب اجوان، ان شاء الله هيعملها بقى خلال الفتره القادمه.